مساء الخير، رمضان كريم. تنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانه يكون تجاوب على التساؤلات ديال مجموعة ديال الاشخاص اللي بداو بالرغبة ديالهم في الاستفادة من برنامج فرصة. اذا برنامج فرصة كما تم التداول ديالو اعلاميا، هو واحد البرنامج ديال تمويل المقاولات الصغرى. باش تستافد منه، بداية كتسجل على واحد المنصة إلكترونية اللي هي www.fursa.ma، وهاد المنصة هادي وحسب مجموعة ديال الأخوات والإخوة اللي تواصلوا معايا فلقاو صعوبات في التسجيل فيها، وخاصة وحسب المعطيات الأخيرة أنه وصل تقريبا تسجيل ديال 60,000 طلب، مع أن البرنامج حاليا وضع له كسقف محدد ديال المستفيدين 10,000 مستفيد ومستفيدة على المستوى الوطني إجمالا. إذا برنامج فرصة هو واحد البرنامج ديال تمويل المقاولات الصغرى اللي تعطيك واحد التمويل تيوصل حتى العشرات المليون، تنقولوا كيوصل حتى العشرات المليون، يعني ماشي بالضرورة طلبتي 10 مليون غادي يعطيوك 10 مليون، إضافة لواحد المنحة ديال 1 مليون ديال السنتيم. هاد المنحة هذه اللي ما كتردش وما كتعتبرش قرض، كتعطى بالنسبة للمشاريع المميزة، المشاريع اللي ما كتستنسخش مشاريع اخرى ولا ما كتشبهش ليها، كتكون عندها واحد الاضافه نوعيه كمشاريع مميزه. اذا كما قلنا كتستافدوا ملي كتوضعوا الطلب ديالكم، وكيستوفي جميع الشروط اللي غادي نعرضوها من بعد، من بلغ ديال 10 مليون اللي هي قروض بدون فائده، بلوس هذيك المنحه للناس اللي عندهم مشاريع كما قلنا سابقا مميزه. دفعتي الطلب ديالك عبر المنصه، كدوز للمرحله الثانيه اللي تتم الانتقاء الاداري، واللي هي كيتم التحقق من ان الملف ديالك تيستوفي جميع الوثائق والشروط المطلوبه. ملي كتقبل الملف ديالك في هذه المرحله، كندوزو لما يسمى بالانتقاء الاولي والتقني. هنايا كيتم التنقيط ديال الطلب ديالكم، بمعنى اننا تنشوفوا هذوك مجموع الطلبات اللي حنا وصلوا لنا، وتنشوفوا المستويات ديالهم ماذا انخراطهم في التوجه والاهداف ديال البرنامج اللي حنا واضعينه. في حالات الى تم التنقيط جيد، كندوزوا لواحد المقابله فرديه او ان انتروتيان اوغالي، واحد المقابله اللي هي فرديه شفويه مع واحد اللجنه. في حالات الى تقبل، عاوتاني كندوزو للمرحله النهائيه وما يسمى الانتقاء النهائي، وهنايا كيتم التنقيط النهائي من لدى اللجنه جهويه. دزنا من هاد المراحل كاملين وتقبلنا، كندوزو للمرحله ديال التكوين. هاد المرحله ديال التكوين كتشرف عليها المؤسسه المكلفه، واللي كيتسموا الحاضنات. هاد الحاضنات هي مجموعه ديال المكاتب اللي غتخلق على المستوى الجهات باش تكلف بهاد الاشخاص اللي غيدفعوا هاد الطلبات ديال الاستفاده من التمويل ديال فرصه. منين كدوز من هاد المرحله ديال التكوين، واللي حسب مجموعه ديال المنصات الالكترونيه انها تقدر توصل حتى لشهرين، كدوز وتيتم توجيه ديالك الى جمعيات القروض الصغرى. هاد جمعيات القروض الصغرى بدورها كتشد الملف ديالك وتتعاود درسو، كتعاود درسو باش واش فعلا هذاك المبلغ اللي طلبتي لهذاك المشروع مناسب، او لا ممكن انها تخفض لك منه، يعني ماشي بالضروره هذاك الشيء اللي طلبتي غادي تاخده بالنسبه لهذا البرنامج. وهي معطيات اللي للاسف ما حضراش في مجموع الاعلانات والاشهارات اللي كدار البرنامج فرصه، واللي مجموعه ديال الشباب حاليا تيشوفوا فيه واحد الفرصه كما تنسميوها حنايا الهروب من ازمه البطاله الخانقه اللي كتعيشها المملكه. اذا هذا البرنامج هذا تا واحد الزوبعه كبيره. علاش؟ كيفاش واحد البرنامج اللي بيعطي المستفيدين واحد المبلغ ديال 10 مليون ديال السنتيم، يعني كحد اقصى، يعني حنا كما تنقول لكم دائما ماشي بالضروره غتاخذ 10 المليون، وكيفاش انه اعلاميا تخسر عليه قرابه 30 مليون للاشهار، 30 مليون ديال 30 مليون ديال الاشهار، 30 مليون ديال الاشهارات، فبالتالي 30 مليون ديال الدرهم، ما تنهضروش حنا على السنتيم. وعاد كنقولوا كيفاش ان واحد الشركه اللي هي غادي تكلف به، واللي هي الشركه الوطنيه للهندسه السياحيه، غتاخذ 250 مليون ديال الدرهم
باش دير التتبع والتنزيل ديال هذا البرنامج هذا. هنا تخلقوا لنا مجموعه ديال التساؤلات اللي ما بغيناش نقولوا بان جزء كبير منها سياسي، بما ان هذا المشروع هذا علاش تحيد الوزارة التشغيل وتعطى بالضبط للسياحة، وأن حقيبة السياحة كاينة عند واحد الحزب معين، وهذا الحزب معين داخل في صراع مع حزب آخر اللي تعطى ليه برنامج أوراش. وبرنامج أوراج كما حنا تنعرفوا بأن واحد البرنامج اللي هزيل جدا، وحتى التنزيل ديالو على أرض الواقع باقي كيعرف بزاف ديال المهازل، حدود الساعة باقي ما تفكتش. بالنسبة رجعنا للبرنامج ديال فرصة، برنامج فرصة تعطاه بزاف ديال الهالة إعلامية اللي ما تعطاتش البرنامج انطلاقة، برنامج انطلاقة اللي تيوصل فيه الدعم حتى ل 120 مليون. وبالنسبة للفائدة، الفائدة ديالو يعني لطو دو كريدي ما وصلش حتى 2%. علاش برنامج انطلاقة ما دارتش ليه هاد الهالة الإعلامية اللي دارت البرنامج فرصة، مع أن المبلغ ديال 10 مليون هو واحد المبلغ تنقولوا بأنه بسيط في الارتفاع ديال التكلفة ديال الكراء، في ارتفاع الـ يعني المواد الأولية ومواد الاستهلاكية ومواد التجهيز وأي شيء اللي ممكن أنك تستثمر فيه، مع أن معظم الناس اللي غياخدوه غيديروا مشاريع اللي هي مدرة للدخل، لأن برنامج فرصة ما غيشريش لك سيارة، ما غاديش تاخد به مقر ولا محل معين، يعني غادي تكون انت كشخص غضطر أنك تكري محل، هذا في حالة لما كانش عندك شي محل اللي هو ديالك، وغتجهزو وغادي تشري المواد الاوليه وداكشي اللي غتحتاج باش انك تبيع وتشري، هذا في حاله الا ما درتيش مشاريع في مجالات اخرى. وغالبيه الاشخاص اللي تواصلت معاهم وتابعنا الحالات ديالهم تيديروا يا اما دي سيبر دي 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 بتي كافي دي كافي تراديسيون، يعني دي ريستو تراديسيون، شي حاجه صغيره، محل ديال البيع والشراء، ماشي شي أنشطة كبيرة، لأنه 10 مليون إلا كنتي ولد الدومين وديجا سبق ليك أنك خدمتي في هاد المجالات كتعرف بأنه بداية غادي تولي حتى أنت جزء من اليد العاملة، ما غاديش تكون واحد المدير اللي جالس في بيرو عندك سكرتارية أو جالس في لاكليب وكتقول للناس شنو يديروا، يعني واحد المقاولة صغيرة بسيطة إلا كما تنقولوا بتدير واحد الدفعة باش انك غير تعاون شويه وتزيد في شي مشروع ديالك اللي انت كتفهم فيه. وصروا دائما على اننا ما يمكنش نستثمروا في شي مشروع اللي حنا ما فاهمينش فيه وما درناش ليه واحد الدراسه تقنيه ودراسه الجدوى اللي مضبوطه، شحال غادي نخص، شحال خصنا فوندرو المو، شحال خصنا باش نخلصوا الخدامه، شحال خصنا باش تقداو الماده الاوليه، شحال خصنا باش نكريو، شحال خصنا باش نجهزوا، عاد شحال خصنا باش نوجدوا الملف اللي حنا غندفعوا ليه. وانا احضر هاد الفيديو هذا اثرت الا وانني من المسؤوليه الادبيه نذكركم ببرنامج مقاولتي اللي دار في 2006 في عهد حكومه عباس الفاسي، واللي كان حتى هو كيسعى الى تشغيل ذاتي للشباب في ديك المرحله وامتصاص واحد الاحتقان اللي خلقاته البطاله في صفوف الشباب. هاد البرنامج هذا ديال مقاولاتي واللي هو تعطاه اعلاميا اكثر مما يستحق، للاسف خلف لينا مجموعه مشاكل ونقاط سوداء اللي ما خصناش نغفلوا عليها وحنا باغيين ندخلوا البرنامج فرصه، لان الكريدي تيبقى كريدي. برنامج مقاولتي سابقا خلف لنا مذكرات بحث في صفوف هذوك الشباب المقاولين، اعتقالات بسبب الإكراه البدني وعدم استطاعتهم أنهم يخلصوا المصاريف والديون والشيكات اللي تراكمت عليهم، كانوا وفيات بسكتة قلبية، كانوا حالة طلاق وتشريد أسر بسبب أن أرباب الأسر دخلوا للسجن، كانوا أمهات توفوا بسبب سكتة قلبية لأن تيشوفوا ولادهم مشاو للسجون، كانوا أشخاص اللي تصابوا بأمراض عصبية، وهذا الشيء كان راجع لأنه ما كانش المواكبة لهذه المشاريع، أن حتى المراكز اللي دارت
ما واكباتش هاد الناس هادو، وكانوا هاد الناس تطلب منهم انهم يديروا شركات صارل، وهاد الناس ما عندهمش حتى درايه قانونيه ولا درايه في المجال يعني المحاسباتي، فبالتالي فشلوا لهم هادوك المشاريع لان ما لقاوش اللي يشد بيديهم. منين تورطوا ودخلوا شدوا ديك الفلوس كلشي رجع للور وخلاوهم منهم الابناك. وهنا كان خرج واحد البيان للتنسيقية الوطنية المقاولين مقاولاتي، واللي في ديك المرحلة كان المتحدث باسمها تيقول واحد يعني درج مجموعة ديال الإشكالات وحنا ناخذ منها غير واحد الجزء. قالوا فيه فداك البيان جل المنخرطين في البرنامج المذكور اللي كنهضروا عليه دابا حاليا وهو مقاولاتي بكل جهات المملكة، صاروا يعيشون وضعا خطيرا بعدما تفاعلوا مع المبادرة انطلاقا من الحس الوطني ليجدوا أنفسهم للأسف ضحايا برنامج حكومي اعطي له الكثير إعلاميا وأكثر من حجمه، وانتهى بالمتابعات القضائية. وتيسترسل في هذاك البيان وتيقولوا والأحكام الصادرة في حق المقاولين مما رافق ذلك من تداعيات خطيرة على المستوى النفسي والاجتماعي والقانوني في صفوف مقاولي مقاولاتي. إذا احنا اليوم ما فيها بس أننا نستحضر التاريخ، لأن اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش مستقبل، ونعرفوا الخلفيات والحيتيات ديال الانخراط في المقاولات الصغرى وشنو اللي لدينا وشنو اللي علينا قبل ما نخرطوا في أي تمويل ونستفدوا منه ما فيها بس. إضافة إلى إحنا كاينين في جهة مراكش أسفي، وكما كتعرفوا جميع بأن هذه الجهة فيها 7 ديال الأقاليم بلوس عمالة، بمعنى أننا هنوصلوا لحوالي قرابة 400 جماعة. إذا عندنا إقليم الحوز، عندنا شيشاوة، قلعة سراغنا، صويرة، أسفي، رحمنا، اليوسفية، ثم عمالة مراكش. عمالة مراكش اللي بوحدتها فيها 14 جماعة حضارية وحوالي 116 جماعة قروية. إذا لقسمنا حوالي 400 جماعة في الجهة على 1200 مستفيد ومستفيدة، لأن الحظ ديالنا في الجهة هو 1200، فكون ربما ما جيناش حتى 3 ديال المستفيدين أو المستفيدات في كل جماعة. من هذا المنطلق، وحتى ولو كانت الحظوظ قليلة في الاستفادة، أكيد أن الناس وكل واحد خصو ياخذ يعني هاد التجربة ويتشجع ما فيها بأس بأنه ينخرط في هذا البرنامج هذا إذا كان يشوف راسه أنه يقدر يخرج فيه راسه. هذا إذا فعلا يعني توفرت لنا مبادئ المساواة باش أننا كنا اللي كنستحقوا نستفدوا منه، ولكن اكيد باننا قبل ما ندخلوا ليه نكونوا عارفين كما قلت لكم اللي لينا واللي علينا، وما خاب من استشار باش ما نطيحوش في التبعات اللي وقعت للاشخاص اللي استفدوا من برنامج مقاولاتي، وكان عوض انهم يهربوا من البطاله ويحسنوا مستقبلهم كانوا اصبحوا للاسف نزلاء بالمؤسسات السجنيه. السلام عليكم، ونتمنى ان الفيديو يكون عطى واحد الفكره ولا مبسطه، بانتظار لو كانت اي مستجدات ان شاء الله نعاود عاوتاني نشكل لكم واحد الفيديو جديد. تحياتي.